بسم الله الرحمن الرحيم، حسين بن نعمه بن محمد النعمه رحمه الله من اشهر طواشي قطر والخليج مطلع القرن العشرين، واحد وجهاء قطر، عرف بوجاهه سياسيه واجتماعيه وتجاريه في قطر، وتناولت ذكره الوثائق العربيه والبريطانيه. استلم الجمارك في العشرينات من القرن الماضي، والتي تعد مصدرا رئيسا لاقتصاد قطر انذاك. وكان يدير الفرضه التي هي الميناء والجمرك بالضمان من الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني رحمه الله لأهمية هذا المنصب فقد كان يصدر الجوازات في دولة قطر في تلك الحقبة ويعتبر حسين النعمة رحمه الله تعالى من الأوائل الذين جلبوا البوم إلى قطر وأحد أبوامه اسمه مرمريس نسبة إلى مدينة تركية أحضره من الكويت في أوائل القرن العشرين كما أنه من أوائل الذين جلبوا السيارات إلى قطر فقد أحضر من البحرين سيارة من نوع فورد أبو كلتش سنة 1917 من الميلاد. هناك مجموعة وثائق تظهر ثراء الوجيه حسين النعمة ومنها مثلا عتقه لبعض العبيد كما ورد في هذه الوثيقة البريطانية التي تكلمت عنه. وايضا خلال بحثي في الوثائق البريطانيه وجدت له ذكرا كبيرا يدل على اهميه الرجل ومكانته في وقت اغفلت كتب التاريخ الحديث عنه حسين النعمه رحمه الله تعالى تناول ذكره كما ذكرت لكم الوثائق البريطانيه في كثير من الاخبار المتعلقه بقطر وفي الخليج فهناك وثيقة بريطانية تكلمت عن موضوع اعتماد توقيع حسين النعمة كونه مديرا للجمرك ووثيقة أخرى تتعر تتحدث عن مشكلة تعرض لها النوخذ الكويتي علي بن محمد المبارك في الثالث من يوليو من سنة 1934 وتدخل مدير الجمرك في قطر حسين النعمة لحل الإشكال وهذه برواية علي بن محمد بن مبارك نفسه الذي يقول كان لي لدي قارب اصطدم بعقبة في بظلوف أمام مدينة المنانعة في قطر وأنا في طريقي من المليبار عندما اصطدم القارب بالعقبة فجاء جماعة من المنانعة والكبسة وخرجنا معهم إلى الشاطئ ونظرا إلى أن القارب والبضاعة التي عليه والتي تخص أهل الكويت طلبت من الحكومة أن تفحص هذا الأمر بدقة وتصدر أمر قضائي تتأكد منه وبالفعل هذا الذي جرى فتدخل حينئذ كما جاء في الوثيقة حسين النعمة رحمه الله تعالى وأنهى الإشكال الدائر على هذا النوخذ الكويتي والمركب الذي يعد فيه بضاعته الكويت فلولا تدخل حسين النعمه والذي جاء اليه جماعه من الكبسه كما في الوثيقه ما حل هذا الامر وهذا يدل على تفويض كامل في قطر من الشيخ عبد الله بن جاسم رحمه الله مع ان الانجليز في ذلك الوقت كانوا قد حضروا تجاره المواد الغذائيه الا ان الامور تساهلت، وايضا كان حسين النعمه رحمه الله ممن اشتغل في تجاره المواد الغذائيه بل كان يصدرها الى خارج بلاده، عندي مجموعه من الوثائق تتكلم عن اشتغاله بالتجاره وفي ذلك الوقت هذه التجاره كما نعرف كانت مسموحه في انظمه بلادنا الخليجيه، لكن الانجليز كانوا ينظرون اليها احيانا على انها ممنوعه. فتكلمت هذه الوثيقه البريطانيه عن عمله في التجاره واشتغاله بالتجاره مع جماعه من التجار منهم محمد جاسم المرزوق من الكويت ومنهم ايضا من البحرين جماعه من البسام وجماعه ايضا من في قطر مثل عبد الله الدرويش وغيرهم كان حسين النعمان رحمه الله تعالى وهو مدير الجمرك في ذلك الوقت يصدر شهادات تعريف لبعض القطريين في اثبات تبعيتهم لقطر وانهم مواطنون قطريون وكل هذا تفويض من الشيخ عبد الله بن جاسم رحمه الله فعندي مثلا وثيقه عن احد القطريين وقع في اشكال مع الانجليز فطلب منه الإنجليز وثيقة فأصدر له حسين النعمة وثيقة تثبت تبعيته لقطر أسرة النعمة اليوم أسرة كريمة لها امتداد موجود إلى يومنا هذا من أبناء حسين النعمة رحمه الله تقلدوا مناصب رفيعة منهم على سبيل المثال ابنه عبد الله حسين النعمة المولود في سنة 1915 ومتوفى في سنة 1995 كان عميد الصحافة القطرية مؤسس جريدة العرب مجلة العروبة وقد كان له دور كبير في قطر رحمه الله تعالى فقد درس في قطر والبحرين وعمل ايضا في في شركه ارامكو السعوديه وانتقل منها الى الكويت وكانت الكويت كما نعرف في ذلك الوقت قد ازدهرت فيها حركه الطباعه فاستفاد كثيرا ثم رجع الى بلاده وعين مسؤولا في الجمارك الى ان قام بانشاء اول مكتبه لتوزيع الصحف والمجلات العربيه والاجنبيه واصدر اول مجله قطريه باسم مجله العروبه وقد صدر العدد الاول منها في فبراير 5 فبراير سنه 1970 ثم اصدر جريده اسمها جريده العرب وقد توفي رحمه الله تعالى في سنه 1995 منهم أيضا الموسيقار القطري المشهور حامد حسين النعمة والذي ولد في حدود سنة 1948 وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العلمي للموسيقى العربية بامتياز مع مرتبة الشرف في سنة 1975 وهو مؤسس ومدير معهد الدراسات الموسيقيه في قطر الذي كان موجودا من سنه 1980 الى 1995، وشغل وظيفه خبير بوزاره الاعلام والثقافه القطريه، ومثل قطر في العديد من المؤتمرات والندوات الاقليميه والدوليه. ومنهم ايضا الدكتور حسن علي حسين النعمه الذي يعد من شعراء قطر البارزين، وهو دبلوماسي قطري ولد في الدوحه ودرس فيها وقد أُجيز في اللغة العربية وأدابها في سنة 1967 من الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على الدكتوراه من جامعة, جامعة بريطانية وعمل أيضا في السلك الدبلوماسي مندوبا لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وسفيرا في الهند. وقد نشر شعره في الصحف والمجلات المحلية وكرمته المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارا بمنحه درع الاديب في سنه 2018 واسره النعمه في قطر كما ذكرنا لها شهرتها وترجع في نسبها الى بني تميم وهي كغيرها من الاسر القطريه التي هاجرت قديما من وسط الجزيرة العربية ثم إلى جنوب العراق وبعد خراب البصرة استقرت بعض الأسر في قطر إما بهجرة مباشرة أو غير مباشرة وجاءت هذه الأسرة أسرة النعمة ولهم ذكر في العديد من المصادر التاريخية التي عندي جزء منها وبعض هذه الأسر كما ذكرت لكم جاءت إما مرورا بالكويت أو البحرين أو الساحل الشرقي للخليج العربي وهناك ذكر لهذه الأسرة ومشجرة تثبت نسبها إلى بني تميم تضم اتحاد النسابة العرب موثقة بأختام ومعتمدين بنسب العوائل العربية والأصيلة و لها ذكر ايضا في هيئه الانساب في اتحاد المؤرخين العرب الواقع في العراق وموقعه ايضا من قبل الاستاذ الدكتور محمد المشهداني اضافه الى وثيقه الشيخ خميس بن محمد الباقر للسير رئيس عموم عشائر بني تميم في العراق وقد قام سيد إبراهيم بن أحمد بن حسين النعمة نيابة عن أسرة النعمة في قطر بإهداء متحف الشيخ فيصل بن جاسم الثاني شجرة العائلة التميمية الكريمة لوضعها بجانب مشجرات ونسب بعض العوائل والقبائل العربية في قطر هذه نبذة عن حسين النعمة رحمه الله تعالى وكما ذكرت لكم له ذكر كبير في الوثائق البريطانيه على وجه الخصوص للمناصب التي تقلدها ولعله لاحقا ان شاء الله تعالى نقف مع شخصيه اخرى من الشخصيات القطريه البارزه نراكم على خير.